السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تقدم العمر يا عزيزي نخسر من حاسة البصر لصالح قوة البصيرة. مع تقدم العمر تتراجع نسبة قوتنا الجسدية لصالح قدرتنا الفكرية. مع تقدم العمر يختفي اللون الوردي من وجنتينا لتفوح رائحة الورد من كلماتنا. مع تقدم العمر تتراجع أنانيتنا لصالح اكتساب محبة من حولنا. إذن مع تقدم العمر نحن لا نخسر بل نستبدل الخسائر بأرباح. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام.